ميرود الكابيري تاجر في الزنقه رقم 10 شنق نهار تاسس الجمعيه التجار الزنقه 10 الفروع المسماري غادي تنشق ديني الاهداف ان شاء الله نشي نخو نتمنى ان شاء الله انسرح الزنقه هيا غتصل المشاكل دايس غتصل الفوضى غاتو تنظمك السلطات المحليه المساعده للتجار الماري كاين غداه ديال الزنقه رقم 10 والازقه المتفرعه انا كفوس كفوس ان شاء الله انا والثمار غاملي صباح المبتغى النف ولا يخفى عليكم بان الزنقه رقم 10 ترسخ في السوق ولاد ميمون المعروفه ماشي على الصعيد المحلي على الصعيد الوطني وما على الصعيد المغرب العربي كافه في هذه مارة السنة ان شاء الله وما اول يعني اول مكان اقليم النظر هو ولاد ميمون يبقى معروف ناس تنظم بمساعده السلطه المحليه للاشخاص للمنخرطون للرئيس الجمعيه انت بالنسبه للجمعيه اللي خدمت على الاهداف في المستقبل المستقبل يعني نشي نتمنى ان شاء الله ان نركز الطاس الجمعيه في النظام صراحه النظام الجمعيه باش نكون الفوضى النظام سبعه قاع ان شاء الله يوم قمرين يقفوش كفوس ان شاء الله قناه وضمار رقبر شنو نبدا نستاسي السلطه المحليه هذا راح تعاون مروان غنقول المساعده سي السلطات المحليه واش ما نكيش نحاج توحدنا شي نعاود قنت كفوس كفوس مرة ان شاء الله نتمنى نوقع الحاج تصبحات ماني واثني كي الا للمصلحه العامه تبرت نومي السكينه ان شاء الله نشي نكون نتمنى ان شاء الله هذا في يعني حل اجن تبديل يعني حتى لا بالنسبه ديال التعبيد لا بالنسبه ديال الاثمنه لا بالنسبه ديال الامن لا بالنسبه ديال يعني ديال المواصفات من السوق لا بالنسبه يعني الازقه يعني شو يعني اتساع يعني اتساع يعني ويتي بغيت قلنا لك اكتظاظ النيه الطاس الاستحام من ويتي مشاي الطاس نتمنى ان شاء الله ان نوفق في المسائل الغنيني والله العظيم الا غنبو منهم يجيو الفنداني تاع القاعه هيا شي ما يعني ليش الشرف ليش التشريف ليش المكانه ليش القاسيش الهمه ليش الشان الجمعيه يا ان شاء الله والله ما روح تجيب كني وكمان تقولوا الشيخ القارون ذا والله ما روح تجيب كني الا ندير الشيخ ونتمنى ان شاء الله شي غارغيش النقطة بدا تفكاري غدايز شي أمة سيدنا محمد أمة نظام شي الناس إيش النقطة نظام مروان هو النظام شي بوان جارانا قوا تيكويتور غاش نحاش الإخوان تا أول حاجة تهتم بخصيصة الطاس هي النظام شي مروان تنظم هذيك فنا قوا تيكويتور غاش نحاش شنو غنقول المشاكل اللي وراكي الجن شي مرض يوم مثلا ناس زون كفوس انا وياك غزال ما راه كاين يثمون بكني وقال الله حمق صار هذا وضيع لكن الجوار راه كيدي لا كوم حميد العثماني رئيس الجمعيات الحزب التجار سوق ولاد ميمون نهار نصدر مبارك نقراوهم ميلود وحدز ويتكوالو بعد تسلموا ما راه خصنا تحقق مطالبنا ما يتخزن ثم بدا يزيد سي ميلود